أستاذة مها، اتفضلي يا أستاذة مها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، بس أنا عندي بنت عندها 22 سنة، بس مش بتصلي خالص، وجربت معاها كل الطرق بس مش راضية تتجاوب معايا خالص. جربت معاها كل حاجة. طب هي بتكسل عن الصلاة ولا هي بتقول لك أنا مش عايزة أصلي كده وخلاص وسيبيني وبترفض وبتتمرد عليكي؟ أيوة، هي بتكسل يعني، هي أوقات تصلي فرض واحد في اليوم او فرضين وخلاص يعني، طيب خلاص انت ساعات بتقطع، وهي ساعات تقول لي انا دي حاجه بيني وبين ربنا، مالكيش دعوه انت. هو ده بقى الجزء اللي هو دوت بقى. يبقى هي في الحقيقه الامر دوت هي بتحس ان ده نوع من انواع التربيه اللي ضاغط عليها. اولا عندها 22 سنه، خلاص هي بقت مكلفه وبقت مسؤوله عن نفسها. لكن انا طالب من حضرتك ان انت تغيري الطريقه اللي انت بتتعاملي فيها. انت دلوقتي بتتعاملي مع صديقتك عندها 22 سنه، فدي صديقه ليكي. فانا اظن ان انت محتاجه ان انت تبص شويه على طريقه معاملتك معاها، لان قد يكون طريقه معاملتك الضاغطه ليها هي اللي بتنفرها شويتين ثلاثه. فانت دلوقتي مش بتتعاملي مع حد تأمريه وتنهيه وتعاقبيه على انه لو ما عملش الحاجه دي، لانه اصبح مكلف زي حضرتك بالظبط. فانا اللي انا شايفه ان انت تحاولي تجذبيها الى الصلاه، يعني مثلا تكلميها عن رحمه ربنا، وتكلميها عن كيف الصلاة فتحت عليك أبواب كتيرة من معرفة ربنا، وتكلميها إزاي هي أصلا عاشت برحمة، وإزاي أنت عشتي برحمة ونور وبركة ببركة الصلاة. كل ده مهم جدا إن إحنا نقول هلا دوت، هيخفف من ثقل أو شعورها بثقل الصلاة عليها، وتحس بإن الصلاة لها وظيفة في حياتها وليها بركة ونور. لأن في بعض الأحيان مش هنطالب الناس ان هم يتعاملوا مع العباده ان هي تدخلهم باب العبوديه وهم ما دقوش حلاوه الامر ده. فحاولي دائما تكلميه عن الصلاه وازاي الصلاه ده نور وجسر نعبر بيه الى مولانا سبحانه وتعالى.